نتكلموا على اللقاء ديالنا اتحاد البوليد امام شبيبه بجايه مدن ايطاليا. نربط الاتصال بزميلنا كمال بوزار المتواجد في ملعب بركني بالبوليده. كمال مساء الخير، مرحبا بك، كيف هي الاجواء في ملعب البوليده؟ تحيه طيبه لك امين بروال، لمحلل القناه طرغول، ولكافه المتابعين مباشره من ملعب الاخوه بركني بالبوليده. لننقل اليكم وقائع مباراه اتحاد البوليده وشبيبه بجايه ضمن اطار الجوله 15 من المحترف الثاني. امين، كل المعطيات وكل الظروف مهيئه من اجل خوض مباراه تليق في او بمستوى وسمعه الفريقين. اتحاد البوليده قلت الذي يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما شبيبة بجاية الملاحق المباشر يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، يعني قمة الملاحقين وقمة المطاردين الذين يطاردون نادي بارادو الذي أنهى الموسم كبطل شتوي قبل مواجهة نادي بارادو وكذلك شبيبة سكيكدا. إذا قلت ملعب الإخوة بركني، كما تتابعون الأنصار يتوافدون تباعا على ملعب الإخوة بركني، فيه إحصائية يعني تصب في مصلحة فريق اتحاد البوليدة الذي لم يسبق له أن هزم هذا الموسم في ملعب الإخوة بركني. ربما هذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة فريق اتحاد البوليدة على أرضه وبين جماهيره. أمين بروان. بالجديد لشبيبة بجاية يونس افتيسان اللي كان غايب في المباراة الماضية من نادي بارادو على مقاعد بدلاء، هل بإمكانه الجلوس وتوجيه رفقاء القائد جبارات؟ نعم، تأكد بصفة رسمية غياب المدرب يونس افتسان عن دكك بدلاء فريق شبيبة بجاية باعتبار أن الرابطة لم تسوي بعد الأمور الإدارية والوثائق الإدارية للمدرب يونس افتسان الذي ما زال مرتبطا بعقد مع فريق جمعية الشلف، جمعية الشلف التي تعاقدت مؤخرا مع المدرب بوزيدي. تصور أمين أن جمعية الشلف تعاقدت مع المدرب بوزيدي بصفته مساعد مدرب وليس كمدرب، لأنه يونس افتسان أقول باعتبار أو بأعين الرابطة المحترفة ما زال هو المدرب الرئيسي لفريق جمعية شلف، يعني المدرب جمعة هو من سيقود فريق اتحاد البوليدة اليوم إلى غاية تعيين المدرب يونس افتسان الأسبوع المقبل بحول الله. كمال، هل عندك تشكيلة الفريقين؟ أم نعاود الاتصال بك من أجل يعني من أجل سماع أحد المدربين إذا كان ممكن؟ نعم، فيها بخصوص التشكيلة هناك غيابات بالجملة من جانب الفريقين. نبدأ بفريق شبيبة بجاية، هناك الغائب الأبرز دريفل وكذلك زروقي بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعبان مؤخرا، كذلك اللاعب حميد الذي سيخلف فراغ رهيب في تشكيلة فريق جمعية أو شبيبة بجاية. من جانب آخر اتحاد البوليدة سيغيب عنه كل من فريوي وكذلك عبد سليمان بداعي العقوبة المسلطة على اللاعبان، فيما سيغيب كذلك عليوات وعيسى الباي بداعي الإصابة من جانب اتحاد البوليدة. لكن هناك ربما بعض المعطيات، كما أسلفت أمين أن اتحاد البوليدة يملك هداف اسمه يوسف زرقين برصيد 6 أهداف تقريبا، ربما يعول عليه اليوم من أجل صنع الفارق في هذه المباراة. شكرا كمال، في انتظار أحد المدربين أو أحد اللاعبين إذا كان ممكن. طارق، استمعنا للمعطيات الأولية، نشوفك غير راضي على قضية المدرب يونس افتسان.